يكون ماشي الناس كيمشي للساحر، هذاك الساحر يجمع حوايجه. أما الساحر فذلك قد تشيطان فعلا، وطالب السحر يشارك في الكفر، وأكبر العالمين ببطلان السحر الساحر. لما تجيب واحد بواحد المحبة مزورة ميكا صافي، واحد الكواتش ومركب السحر، الحقائق السحرية بحال الحقائق ديال الباستي، الأسهل والأيسر دقوا باب القرآن الكريم. اللي مشى ينعرض نفسه للسحر والسحرة يلصقوا فيه وكيردوا عابد للشيطان. قدرات ديال الساحر هي الصفر، لا يستطيع ساحر في الأرض أبدا أن يغير طبائع الأشياء وحقائقها. لكي توهم بأن السحر كيقلب حقائق الأشياء راه عنده مشكل بعدا في العقيدة، لأن قلب الطبيعة إلى طبيعة أخرى ضرب من الخلق. السحر المآل ديالو في نهاية المطاف الخدمة ديال الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحقائق السحرية لا تأثير لها فعلي إلا في خيال الناس. يعني ملي الشيطان يوصل لك لدماغك الخيال ديالك هو راه سحرك، كيدخل الراجل لدارو كتبدا تبان له ديك المراه ديالو اقبح مخلوق، كيخيل له القبح جمال مسحور ما عندوش اللي يفكو، هذا كذب. السحر كسائر الامراض، حصل ان وصلك شيء التجئ الى الله عز وجل، وانت غادي لرب العالمين وفيك الشك عمرك ما تبرى. هي مشات للساحر، انت سير لرب السحر يقبضوا من قنت ويجيبوا الارض. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبق بيان على قدر اليسر والوسع، بيان حقيقة السحر كما جاءت في كتاب الله جل وعلا، وحقيقة صنع الشياطين وتبرئة الملائكة مما نسب إليها في الإسرائيليات التي وردت في بعض الكتب، على قدر ما يسر الله جل وعلا من البيان. نخلص اليوم إلى نتيجة الأمر بحول الله من هذه الآيات، ثم ننصرف بعدها إلى غيرها إن شاء الله. مع أن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد كما هو معروف، يعني لا يمكن أن يقال إننا قد أحطنا بما في هذه الآية من العلم، فهذا مستحيل، بل لا يجوز شرعا أن يدعي أو يزعم أحد أنه قد فسر الآية الفلانية وشفى وكفى بما لا يستطيع أحد بعده أن يأتي به، فهذا يعني خطأ عقدي، مشكل في العقيدة دياله بعده، هو لأن الآيات هي من علم الله جل وعلا ومن كلامه سبحانه، ولا يحيط أحد بكلام الله جل وعلا أبدا، وإنما يذكر المؤمن ما يسر الله جل وعلا من البيان والتفسير على قدر ما ورد في ذلك من تفسير من القرآن للقرآن، وعلى قدر ما ورد من السنة النبوية الصحيحة وما أثر عن الصحابة الكرام. ثم قبل هذا وبعد هذا، يعني في العموم، ما تسمح به لغة العرب، ما تسمح به لغة العرب أي قواعد العربية، لأننا أمرنا أن نفهم القرآن على وزان ما ينطق به اللسان العربي، والأزمنة والأمكنة لها دور في الكشف عن بعض حقائق القرآن الكريم بإذن الله. الله عز وجل والذي يأذن في هذا أو لا يأذن، كثير من الحقائق القرآنية يعني لا تفهم إلا بعد مرور أزمنة واكتشاف حقائق وقضايا، ومشي غير القرآن، حتى الحديث النبوي الشريف هذا العدد ديال الأحاديث ما تفهم إلا في هذا الزمن. هذا الفهم الحقيقي للأحاديث أو لبعض الأحاديث، خاصة بعض أحاديث الفتن وبعض الأحاديث الأخرى، لا تفهم إلا على وجهها الحقيقي إلا في هذا الزمان. كثير هذا بوجود، وقد تحدثنا عنه يعني كثيرا، يعني أحاديث كثيرة اللي كانت يعني كتفهم مزيان في ضوء بعض الفتن المعاصرة كفتن الإعلام وغير ذلك كثير. وأيضا القرآن من باب أولى وأحرى، يعني الكشوف العلمية والحقائق التحولية أو التحولات الاجتماعية الكبرى التي تحدث في هذا الزمان وربما فيما يأتي من أزمنة أخرى تكشف عن حقائق وأسرار، والقرآن كله أسرار، القرآن كله أسرار. ستبدي لنا الأيام بحول الله أو للذين بعدنا حقائق أخرى من كتاب الله جل وعلا لم تتح للذين سبقوا أو لم تتح لهذا الجيل، بسبب أن الحكمة من الآية أو يعني الحكمة من بعض الآية، لأنه يعني حكم الآيات كثيرة جدا،
لا يمكن الزعم بأن الآية الفلانية لا حكمة واحدة، قد تكون لها حكم متعددة، فيبدي الله جل وعلا لجيل بعض الحكم مما يصلح له في زمانه، ويخفي عنه حكما أخرى لا تصلح له تبقى لأزمنة أخرى. من بين ذلك الأمثلة اللطيفة الواردة في السنة الصحيحة أن أعرابيا بدوي زمن سيدنا محمد جاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله خبرني ما بال الهلال يبدو خيطا رقيقا ثم يكبر ويكبر حتى يصير بدرا. كيفاش هذا القمر كيكون واحد الخويط كيطلع ويبدا يكبر يكبر حتى كيولي قمر مدور؟ فنزل قول الله جل وعلا: يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، إلى آخر الآية. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية في الجواب، في الجواب نقد للسائل، يعني الله تعالى انتقد هذاك السائل قال له ما كانش خصك تسول على هذه الظاهرة، هذه الظاهرة ظاهرة فلكية كونية وجودية، وإنما كانت تسول أشنو يعني أنت كتستفد من هذه الحركة ديال القمر أو حركة الأرض والقمر في علاقتهم بجوج في علاقتهم مع الشمس. قل هي مواقيت للناس والحج، أي الذي ينفعك أيها الأعرابي في زمانك هذا وينفع الناس بعدك من العلم في هذه المسألة لحد الساعة، هو أن تعلم أن هذه الحركة تفيدك في حياتك أنها تصنع الزمان. حركة الأفلاك، حركة الأفلاك حركة الأرض معروف الآن وقبل الآن، حركة الأفلاك عنها ينتج الزمان، حركة الأرض وحركة القمر، وتحدث أشياء كثيرة جدا من تنظيم حياة الإنسان من الفلاحة والزراعة والإدارة وقبل ذلك وبعده والعبادات، كلها موقتة بالأزمنة، والأزمنة هي ناتجة عن حركة الأجسام اللي هي الكواكب والنجوم. قل هي مواقيت للناس والحج، سبحان الله العظيم، الجواب جاء فيه أمران، وأستسمح عن هذا الاستطراد فقط للبيان ما دمت قد ذكرته. الله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس، عود قال والحج، فالناس الناس بمعنى أنه يدخل في الاستفادة من الوقت والأزمنة والحساب الفلكي الناس، يعني المسلم يهودي نصراني مجوسي الناس، ويدخل في التوقيت المتعلق بالحياة المعاشية. قل هي مواقيت للناس أي توقيت الحياة المعاشية وتنظيم الحياة العمرانية في الأرض، توقيت الإدارة، توقيت الفلاحة والزراعة وما يتعلق بكل ما يستفيد منه الناس. عاود قال والحج، عاود مفيد للمسلمين بوحدهم من دون الناس، فيستفيدنا من توقيت العبادات جملة، وأعطانا واحد الرمز اللي هو الحج، لأن الحج معروف موقت بوقت سنوي لا يتكرر إلا في السنة، وعليه التبنات، يعني رب العالمين أشار به إلى سائر الأوقات الأخرى أي الصلوات ورمضان وغير ذلك، لأن الحج فيه يوم معروف هو عرفة، من فاته غروب شمس ذلك اليوم فقد فاته الحج، ولذلك قال الحج عرفة في الحديث الشريف قبيل الغروب، يعني ديك الربع ساعة ديال الغروب ديال قبل الغروب الأصيل بالأحرى، ربع ساعة ديال الأصيل الأخيرة من يوم عرفة، على الأقل كنقولوا على الأقل خصو يكون حاضر في ساحة عرفات، فإذا غربت الشمس انصرف بعد ذلك إلى مزدلفة. وقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، يعني مضبوط، فمن فرض فينا الحج إلى آخر الآية. فإذا هو فقط هذا رمز لتوقيت العبادات، فإذا حركة الفلك توقت الحياة المعاشية حياة ديال الدنيا، وتوقت العبادة أيضا للمسلمين. فالمقصود من هذا أنه الله عز وجل يعني أجاب الأعرابي بما يناسبه ويناسب غيره، يناسبه هو في ذاك الزمان ويناسب المسلمين إلى يوم القيامة والناس أجمعين. لكن قلت يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بيلوش لذاك العربي بما نص القرآن الكريم، يعني انتقد ذاك العربي بحال قال له كان خصك تسول على هذه الحكمة، ما تسولش على الظاهرة الفلكية. لما؟ لأن هذه تركت للاجتهاد، تركت للاجتهاد العقلي البشري، سيكتشفها، ولكن حينما يأذن الله بذلك وحينما يحتاج الناس، يحتاج التطور العمراني لهذه المعرفة، أما في ذلك اللحظة ما محتاجينش ليها.
كثير من الأشياء سبحان الله العظيم تأتي في إبانها. العرب كانوا كيسرحوا فوق البترول، سرحوا فوقه وكانوا كيعرفوا مش ما كانوش كيعرفوا. الشعر العربي القديم أثبت أن العرب كانت تعرف المنافط. المنافط هي ذوك العوينات ديال البترول، وكانوا كيستعملوه في بعض الأشياء الحريق والإشعال، ولكن ما عارفينش الحكمة اللي فيه. سرحوا فوقه ويرعوا فوقه ما سيقلوا خبر أشنو فيه من أسرار. لكن جاء الوقت الذي أذن الله بأن تتحول الحياة البشرية ويتدفق العمران البشري ويتضاعف الخير، الخير كيضبل ويتضاعف الشر توا كيضبل يعني. فأذن الله ابتلاء للبشرية بكشف أسرار هذا المعدني النفيس المعروف. وهذا قيس عليه أشياء كثيرة في العلوم الطبية والعلوم الفلكية والفيزيائية كلها جميعا. ما أذن الله في شيء إلا لحكمة ولزمان معين ليقضي أمرا كان مفعولا. فهذا إنما هو بيان باش ما يبانش الإنسان أنه ما يكمل الآية ويدوزها كملها. لا، قد تبقى فيها أشياء يعني تصلح للناس في هذا الزمن لكن ما عندوش القدرة يوصليها، وقد تبقى فيها أشياء من أسرار الغيب، من أسرار الغيب لا يأذن الله للناس لكشفها ومعرفتها إلا في حين معين يأذن فيه. والمعرفة تنضج كما تنضج الثمار. المعرفة كالطيب بحال التمرة اللي جات وقتها كتجنى، ما جاش وقتها راه ما تجناش. وبعض العلوم والمعارف لا تنضج إلا عبر سنوات أو عبر قرون، عاد كطيب واحد المعرفة معينة وكيقطفها واحد الجيل معين، مع أن الأجيال السابقة كلهم ساهموا في إنضاجها، فلا تنضج إلا في وقت معين لأمرين عند الله عز وجل، لحكمة معلومة عند الخالق العظيم. ولذلك من يقول بأن هذه الحقيقة العلمية الفلانية أو القضية العلمية الفلانية يعني نهاية العلم، فقد ضل ضلالا بعيدا، بشهادة علماء العصر الآن معروف يعني في العلوم الفيزيائية الآن وغيرها كيتكلموا عن النسبية. ما بقاش اليقينيات المطلقة في العلوم المادية المعاصرة، كل شيء ولا نسبي، لأن العلم المطلق الوحيد هو علم الله سبحانه وتعالى، ما دونه كله نسبي، كله قابل زيادة والنقصان. وإذا أظهر الله علما للعباد فيظهره على قدر ما ينفع أولئك العباد لذلك الزمان ولذلك المكان. نعود إذن إلى ما نحن فيه من الآيات المتعلقة بالسحر، ولكن نقف اليوم عند الثمرة. هذا الشيء كله جبدت لنا هذه العبارة ديال الثمرة، الثمرة اللي نفعنا في هذا الوقت على الأقل في مجلسنا هذا، وهي قوله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الشيء باش ختم رب العالمين هذه الآيات ديال سليمان واتهامه بالسحر وعلاقة الشياطين بالسحر. وما هم بضارين به من أحد من إلا بإذن الله، إلى آخر الآيات، كله كيتعلق بالضر والنفع. وإنما المتضرر هم السحرة أنفسهم ويتعلمون ما يضرهم، مش يضر غيرهم، لا هم، ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اللي باع نفسه وشرى السحر، باع آخرته وشرى السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب، ما عنده حق، ما عنده حق في الجنة، ما عنده حق في الآخرة التي هي المآل الطيب، ما عنده حق. إذن حقه والعياذ بالله في الأخرى، نعوذ بالله منها. والله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء السحرة والمردة والشياطين من الإنس والجن أنهم ليكون اختاروا الله جل وعلا واختاروا الدار الآخرة لكان خير لهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، خير لهم من السحر ومن الأهداف التي سعوا إليها عبر السحر لو كانوا يعلمون. ولكن الأهواء تعمي الإنسان. لماذا يسحر الساحر؟ ذاك يعني جوج الناس يشاركان في الجريمة، الساحر وطالب السحر. واحد رجل ولا امرأة كيمشي لواحد العراف ولا واحد الكاهن ولا واحد ساحر باش يقضي له واحد الغرض. ليه غرض؟ لا شك عنده واحد الغرض معين. فغالب السحرة الاسترزاق، الساحر غالبا كيتخذوا وسيلة للرزق، إذن ها واحد الغرض بين في الغالب يعني. أما طالبه فلما كيتوهم بأن واحد الهدف ما يمكنش يوصل له إلا بالسحر،
كيمشي يقلب على السحر باش يوصل له، وهذا من أكبر الأخطاء. طالب السحر لو أنه تريث قليلا، لأن شكون اللي مسوق للساحر؟ هم طلبة الكليان يعني، لكل ماشي الناس كيمشي للساحر، هذاك الساحر يجمع حوايجه باش يدبر على خدمة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على طالب العرافة وطالب السحر كما بينا في الحصة السابقة من الأحاديث النبوية الشريفة، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى عرافا ولم يصدقه أو كاهنا بطلت صلاته 40 ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد بينا هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الناس اللي يمشيوا لهم، لأن اللي كيمشي لك كيعمر له السوق، ما تعمر له السوق ولو كنت فقط محبا أو مستطلعا، غير باغي تشوف يعني، حتى هذيك باغي تشوف ما ديرهاش، ما تمشيش عنده باش يمشي تبدل الحرفة. فالحقيقة المشكل الكبير هو في الذين يطلبون السحر، أما الساحر فذلك قد تشيطن فعلا، يعني صافي ولا الشيطان ولا إبليس. فإذا الساحر إنسان كيسترزق بواحد الأسلوب، يعني هو أسلوب الدجل، ما في ما يخدم، ما في ما يضرب تمارة، ما في ما يخدم، يعني عقله في الخير كيمشي يخدم، عقله في الخداع يخدع الناس. وأكبر العالمين ببطلان السحر الساحر، أول واحد كيعرف بأن السحر لا يجدي نفعا هو الساحر بنفسه، لأنه لو كان يجدي لا أجداه هو، يكون كان ذاك السحر كيدير شي حاجة يعني ويفيد زعما ويغني، يكون غنى راسه بعده. ولذلك تجدهم أوسخ الناس وأرض الناس وأفقر الناس، سبحان الله العظيم، الأموال اللي يأخذوها ما فيها بركة، أفقر الناس والعياذ بالله، وأرض الناس وأوسخ الناس. أما طالب السحر فاش كاين المشكل، هو مع طالب السحر إنسان اللي كيمشي للساحر باش يقضي له الغرض، هذا جاهل بالله أولا، جاهل بالحياة وجاهل بالسحر، ما كيعرفش السحر شنو هو. يكون كيعرف السحر حقيقة وكيعرف الله قبل ذلك وبعده، ما يمشيلوش، ما يمشيش للسحر نهائيا. فأما التأثير الحقيقي والفعلي في للسحر فلا تأثير له البتة من هذه الناحية، وسنأتي إلى قول الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما أن يعني الإنسان هذا أي طالب السحر جاهل بالله، فجاهل بالله قطعا، لأنه كيخلي الجهة الفاعلة المؤثرة بحق، وكيمشي الجهة الضعيفة المتأثرة، مش المؤثرة، متأثرة والمحكومة وليس الحاكمة، والمقهورة وليس القاهرة، لأن الله عز وجل هو مالك الملك، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، قادر على فعل كل شيء. فشيء غريب جدا، بغيت هذا الأمر هذا اللي بغيت تحققه، بغيته يوقع يعني بواحد صورة خارقة، والله عز وجل هو فاعل الخوارق، هو ربي عز وجل هو منزل المعجزات على الرسول والكرامات على الأولياء والصالحين، الشيء اللي ما يقدروش عليها السحرة ولا يستطيعونها إطلاقا ولا حتى يفهمونها. ما يقع لي ما نقولوش الأنبياء، لأن عمر بن أدم يوصل درجة النبوة، لكن ما يقع لي الناس الصالحين وعبر التاريخ، هذا الشيء لا ينقطع، هذا الخير ديال الكرامات لا ينقطع. ولذلك لو كان العبد فعلا يتعرف إلى الله حقا ويتذوق أسرار أسمائه الحسنى، من أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرزاق القهار الجبار، كل معاني التأثير في الكون موجودة في الأسماء الحسنى، ما كاين شيء شي حاجة شي حدث اللي وقع في الخيال ولا في الواقع اللي ما عندوش خيط من نور مرتبط به بالأسماء الحسنى. كلها أعمال النفع والضر مرتبطة بالله جل وعلا عبر ما بينه لنا من الأسماء الحسنى. ولذلك هذه الأسماء الحسنى لها من الأسرار ما لا ينقضي أبدا، لو أن العبد فعلا التجأ إلى الله جل وعلا ودعاه على قدر حاجته هو، أي ذاك العبد، من خلال الأسماء التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو علمها لرسوله عليه الصلاة والسلام، يطلبه سبحانه وتعالى أن يكشف غمه، أن يفرج كربه، وأن يفتح له أبواب الخير فيما يريده. الله عز وجل يجيب هذا العبد إذا صدق، صدق الله سبحانه وتعالى في الطلب. وهذا الشيء جربناه وجربه كثيرون، أنك تدق باب الله تعالى بصدق وبتجرد وبافتقار،
والله ربك لا يردك خائبا أبدا، ولو يكون في هذاك الشيء يعني الأشياء اللي ما تطيحلكش على البال أو أن عقلك يقولك مستحيل تحقق، ربي تعالى ما عندوش المستحيل أبدا، مستحيل عندي وعندك وعند الطاقة والقدرة البشرية تمك المستحيل. أما قدرات الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى للشيء إذ يقول له كن فيكون، فهذا لا يعرفه المستحيل ولا يصل إليه أبدا. ولذلك الإنسان فعلا اللي كيعرف الله سبحانه وتعالى وكيعرف أسماءه الحسنى ويعرف عنده مشاهدات يعني شاف الحقائق والأنوار ديال هذه الأسماء، فإنه لا يتردد أبدا في طلب ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الشرط الواحد هو أنتما أي أيها العباد أقبلوا على الله بصدق، ولذلك قال بعد مباشرة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية عجيبة، وليؤمنوا بي ماشي زعما هذو راهو كفار، لا ماشي قضية الإيمان هنا بمعنى الكفر، لأنه كيقول وإذا سألك عبادي، راه كيهضر على المسلمين بل على الصالحين من المسلمين، لأن الذين سألوا هم الصحابة. ومعروف أن هذه العبارة ديال العباد في القرآن تأتي غالبا للدلالة على الصالحين، فبشر عباد، وكثير تكلمنا مرارا على هذا المعنى من معاني علوم القرآن الكريم، نعم العبد، العبد والعباد كلها دل على السياق ديال الخير وديال الصلاح والتقوى والفلاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ها الخصائص اللي عند رب العالمين كيعطيها للعباد ديالو، ولكن الشروط اللي خصهم يديروها اللي كيطلبها الله تعالى من العباد، فليستجيبوا لي فين ما طلبتهم يجيو، من يقول لك أجي أجي، وهي الصلوات الخمس وما بعدها من الفرائض، لأن العبادة كلها نداء، الحج نداء، الزكاة نداء، الصيام نداء، كله نداء، وعلى رأس النداءات نداء الصلاة، فليستجيبوا لي، بغيتني نعطيك ونكون معاك ديما طلب تلقاني موجود، فليستجيبوا لي، لما نعيط أجي، إذا ناداك المنادي منادي الرحمن فلا ينبغي أن تتردد البتاه، ومن كان هذا شأنه كانت له أو كانت فيه صفة من صفات الولاية، ولاية الله عز وجل، اللي ناديه الرحمن في ما كان كيحط خدمته ويجي الله تعالى، كان في متجاره أو مكتبه أو في أي مكان نادى منادي الصلاة، الصلاة أولا أهم مراتب الولاية تتحقق بالصلاة الوقتية، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الشريف، وأحب ما يتقرب به عبدي إلي ما افترضته عليه، وهي الصلوات الخمس، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، حتى يطلبني نعطيه، ولئن استعاذني أو استجارني لأجيرنه أو لأعيذنه. من لي يبغي أدي شي واحد ويعيط لله، الله كيلقاه موجود بقوته وعظمته وسلطانه، وويل لليد التي تمتد إلى ولي من أولياء الله. إذن تبطل كيبطلها ربي تعالى، لأن الحديث مبدي بقوله عز وجل في الحديث القدسي على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هي إلا جوج شروط، الشرط الأول فليستجيبوا لي، من اللي يعيط لك ربي أجي، وليؤمنوا وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان ها هنا هو إيمان بالله بمعنى المعرفة والعلم بالله، كتعرف على الله تعالى، تعرف شكون هو، تعرف شكون هو، تعرف العظمة دياله والقدرة دياله، باش تخضع ويوقع لك اليقين بأنك لا طلبت الله في هذه المسألة ربي قادر يديرها لك، وربي سبحانه وتعالى له من القدر من القدرة والملك والملكوت والسلطان ما قهر به عباده في السماء وعباده في الأرض، لا يستطيع أحد أن يشد عن ملكه ولا قيد أنموله. وأي كافر، كنت تكلمش على المسلمين، أي كافر ما يمكن له يتصرف ملك الله إلا بما أذن الله به. فإذن إذا كنت عبد الله رأى عندك كل شيء، أنت تملك أنائذ كل شيء
بما أنك عبد للذي يملك كل شيء. الملكية ديالك الأشياء هي بالتبع وليس بالأصالة. بحال العبد ديال ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، العبد ديال الغني غني، والعبد ديال الفقير فقير، عشاه وما كلته ومع الفقير اش غادي يلقى؟ هو مولشي براسه ما عنده ما ياكل، والعبد ديالو يموت بالجوع. أما اللي في الدار الكبيرة راه واكل شارب حتى هو. ولله المثل الأعلى، إنما هو بيان للإفهام لا أقل ولا أكثر، ولا مشحة في الأمثال كما قال العلماء من قبل. عبد الغني، والغني الحقيقي هو رب الكون. أنت عبد من يملك كل شيء، من يقهر كل شيء، من هو غالب على كل شيء. ممن تخاف إذن؟ من الفقر، من أي شيء. ربي هو سبحانه اللي كيملك القلوب، كيملك القلوب ويجيب لك القلب حتى بين يديك، الذي يقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يملك القلوب، ياك القلوب هي أصعب شيء. يمشي الإنسان للسحر باش يصنع المحبة أو يصنع الكراهة، يعني أشياء تافهة تدل على الجهل، والله جهل، جهل بالله وجهل بالحياة الطبيعية. الحياة الطبيعية وحقيقة السحر كيعرفوها شيء. يعني لما تجيب واحد بواحد المحبة مزورة، يعني ميكا صافي، واحد الكواتش ومركب والسلام. لأنه إنسان بغير إرادة، إذا جبت واحد الإنسان بغير إرادة ما بقاش بنادم. هذاك شيء غريب جدا، هذا الجهل اللي عند الناس سبحان الله. يعني الأذواق الحقيقية، ولكن ما بقات أذواق مع الأسف عند الناس إلا من رحم الله. الأذواق الحقيقية للأشياء اللي كتكون طبيعية فطرية، وتمثل الفرق بين وردة، وردة طبيعية باقية بالندى ديالها وبالطراوة، ووردة ديال البلاستيك. يعني سبحان الله، هذه الوردة ديال البلاستيك لا تثير شيئا، لا ذوقا ولا جمالا إطلاقا في النفس، بينما الوردة الحقيقية الطبيعية يعني تبتهج لها القلوب والأنفس. ولذلك أشياء ديال السحر، الحقائق السحرية بحال الحقائق ديال البلاستيك تماما في كل شيء. أضف إلى ذلك أنها كتصنع الخلل الحياة ديال الإنسان، كتصنع الخلل، وقبل ذلك وبعد ذلك تجلب غضب الله ولعنته. لأن الكافر أو الساحر بحال بحال، لأن الساحر لا يصل إلى حقائق السحر إلا بالكفر، وقد بينا، وطالب السحر يشارك في الكفر فيكون آنئذ كافرا. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا إذن الإنسان فعلا اللي عنده الثقة في الله وكيعرف الله، ما كتعرفوش هو تعرف له. إذن بدأ مشروع، مشروع 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 مسيرة للتعرف إلى الله، لتكتشف جمال الله جل وعلا وجلاله سبحانه وتعالى، والتعرف عليه. وهو سبحانه وتعالى فتح الباب للمتعرفين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله، علماء بالله اللي جربوا حقائق الإيمان وذوقوها ولقوها صحيحة وصادقة، وجدوا الله تعالى عند الطلب، كل ما طلبوا كيلقوا الله تعالى كيجاوب، ولات عندهم واحد المعرفة حميمية قريبة بالله تعالى. الله ولا عنده سبحانه وتعالى له الجلال والجمال، ولا عند هذاك العبد يعني واحد حق، حق قريب معروف، معروف يعرفه، يعرفه من خلاله، من خصاله، من إجابته. يعني سبحان الله يكاد يراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك حقيقة فعل الإنسان لو يعني بدل ذاك الجهد اللي كيبدلو في طلب السحر وفي طلب السحرة، يعني تضيع الوقت كتار، يعني تعبد الله تعالى وتعرف عليه في وقت أوجز من ذاك الشيء اللي يطلبه منك الساحر. تمشي للساحر سيدير هادي ودير هادي والشروط، وتسنى الفلك الفلاني والنجم الفلاني ودبح هادي وقضي هادي، بينما في ليلة واحدة تقومها لله رب العالمين متجردا من الدنيا مقبلا عليه وحدك، تنفتح لك أبواب السماء في ديك الليلة رب العالمين. في ثلث الليل الآخر، في كل ليلة ينزل ربنا كما في الحديث، كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل لا شك في هذا، إلى السماء الدنيا. ربنا ينزل إلى السماء الدنيا وكيبدأ يطلب العباد ديالو، هل من سائل؟ كاين شي واحد كيطلب نعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه وأغفر له؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الشاهد عندنا أنه سبحانه وتعالى يعني يبسط يده لكل طالب وداع. أي سائل، أي طالب، أي راغب، أي راهب،
تستجيروا بالله من شيء، تدعو على شيء، شو واحد ظلمك توجه الله تعالى وتشوف فيها عجائب الله، والله لا تراها. تعجب تعجب يعني من ظلمك وكانت المظلمة حقيقية وبغيت تنتقم منه حق الانتقام، توجه لله لأن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام، انتقم لعبادي، انتقم لأوليائي، وما تحقرش راسك، ما تقولش ودي هذه الولاية ما عرفينها، يا بعيد عمري ما نوصلها، هذا توهيم من الشيطان، الشيطان كيوهمك. وفي الحديث رب أشعث أغبار لو أقسم على الله لا أبره، حديث صحيح، يعني بنادم ما عندوش ما في حالوش وتحقره. ولكن إذا كانت له معرفة بالله صادقة، ماشي يعني شي علم كبير، لا، غير الصدق، عنده الصدق، يقبل على الله بصدق بكلية، يعني كله في خطرة ديالو ديال الله، هو والذي الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله تعالى بما أمر وكما أمر، فذلك إن شاء الله له مرتبة الولاية. ربي تعالى ما يردوش وكيدير له، يدير له عساس وحرس، عساس عساس جارد كور من الملائكة، يحرسونه أن سار وأن توجه ويرشدونه، عنده الحماية، هالحراسة كاينة، وزيد على الحراسة كيبدأ يبين له الرأي المزيان، كيعطيوه الخواطر في فكار أفكار ديال الخير، وإلا داز قدامه الشر كيقول له رد بالك هذا راه شر، فلا ينزلق بإذن الله عز وجل. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى، ما عرفتش علاش الناس سبحان الله العظيم كيمشيو ماشي للسهلة الواعرة، يسحب له السحر مش للسهلة أبدا. الأسهال والأيسار تعرفوا إلى الله عز وجل، الأسهال والأيسار دقوا باب القرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ها العار غير يجي شي واحد يدق الباب ديال الرحمن يشوف ما يفتحلوش، ولكن فين الصدق؟ دق الباب بعزيمة وبصدق، ربك سبحانه وتعالى اسمه الفتاح، الفتاح العليم جل وعلا، علم ما في قلبك وعلم حاجتك، فهو يفتح لك باب الخير وباب الإجابة والاستجابة، سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، فإذا أجارك سبحانه وتعالى فلا أحد بعده يؤذيك. يا ربي تعالى حماك واعطاك الجوار دياله والأمان، عهد الأمان، ما بقي شيء أدى يوصلك. ولهذا من الجهل بالله أن يلتجئ الناس إلى الصحرة والسحر، وهذوك الصحرة يقعدبوهم ويكرفصوهم وما كاين نتيجة، والله ما كاين نتيجة أبدا. يمشي للساحر، شنو كي الساحر شنو كيدير من هذا الانسان اللي جا عنده؟ كيردو عابد، عابد للشيطان وما يتفرقش معه. فمن عرض نفسه للسحر والسحرة تسلطوا عليه، اللي مشى يعرض نفسه للسحر والسحرة يلصقوا فيه، يلصقوا فيه كل عام وكل شهر على حساب القناة ديال داك الساحر والقناة ديال دوك الشياطين من الجن والانس. كل عام هو داي القرابين للضريح الفلاني ولا الحجره الفلانيه يذبح، ما يتفرقوش منه نهائيا. ولذلك كل مره يجيه الامراض والوسواس والمصائب ويخسروا له الشخصيه النفسانيه ديالو ويركبوا له الفزع، يركبوا فيه الفزع. وسبحان الله كلهم هاد الناس اللي فاتوا مشاو لهاد المصائب ديال السحر والصحارى كيكون عندهم امراض نفسيه ديال الفزع، فوبيا، دي كلهم مرض بهذا النوع ديال المرض، هذا تنفخ فيه كيطير سبحان الله العظيم، اي شيء كتلقاه يفزعه ويتشائم من اي شيء، يدوز حداه شي خيال، هذه راهي فسرات تفسير عوج، يعني اي حاجه توقع له في حياته من الاشياء العاديه اللي ما عندها معنى يفسرها بمعاني سيئه، لان الشيطان ركبه. ولكن هو عرض نفسه، هذيك المثل اللي كيقول له اعطى رسول الحجام كيدير ما فبغى، تماما هذا يقع بالضبط للناس الذين يلتجئون الى السحر والسحره. ثم لو انهم عرفوا حدود القدره ديال السحر والسحره لا زهدوا فيهم الى يوم القيامه. لكون تعرف القدرات ديال الساحر شنو هي عمرك ما تمشي له. قدرات ديال الساحر هي الصفر، الصفر، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، لا يستطيع ساحر في الارض ابدا ان يغير طبائع الاشياء وحقائقها، هذه ما كايناش. ومن زعم غير ذلك فقد جهل او كذب، اما جهل ما عرفش الحقيقه ديال السحر ولا كذاب. يقول لك الساحر العصا كيردها حيه، عمرها ما توقع، العصا خلقها الله، عصا هكاك راه عصا ولات حيه في خيالك انت في عينيك، لانك انت استجبت، عندك قابليه باش تشوفها حيه، انت قابل، يعني النفسيه ديالك ضعيفه وعندك قابليه باش تشوفها حيه، ما محميش، ما محروسش، يعني القدره ديالك التركيزيه والنظريه ما محروساش. فاذا بدا لك فعلا ذلك فانما هو توهيم
من الشيطان توهيم. ولما فعلا الانسان كيكون في حاله غفله او في حاله ضعف عنده استعداد يشوف ماشي غير الحيه العصا ولا تحيه، يشوف اشياء اغرب من ذلك واعجب مما لا حقيقه له في الواقع. ولهذا الذي يصنعه السحر انما يخيل للانسان، يعني كيخيل له القبح جمال، ويخيل الجمال قبح، يعني هذه من الاعمال ديال السحر والسحره، يخيل اليه من سحرهم وانها تسعى. فهذه الاشياء يعني هو تخيل لا حقيقه له في الواقع، لان اللي كيقلب الحقائق واحد هو رب الكون. فالله تعالى الى قلب العصا حيه راه تولي حيه حقيقيه ومدلها يدك تلدغو إذن، فاذا هي تنقف ما يفيكون. الحيه اللي كانت عصا ديال سيدنا موسى فعلا ولات كائن حي، وبرهنت على انها قادره تدير الافعال ديال الحيات الكبرى، هذيك الحيه الطويله الكبرى اللي كتصرت حتى بنادم، بقات تصرت هذوك العصي ذوك الحبال ديال الصحراء دي فرعون، بداو كيشوفوا فاذا بهم فعلا ادركوا بانهم امام سحر من نوع اخر، ماشي السحر اللي هو توهيم وتخيل، وانما هو تحقيق. يعني رب العالمين اللي صنع سبحانه وتعالى، صنع الله اللي صنع الحقائق وخلق الحقائق، قادر في كل لحظة وحين أن يبدل حقائق الحقائق. كيبدل الحقيقة ماشي الخيال، لا الحقيقة أخرى، كيبدل الحقيقة الحقيقة أخرى، فيجعل العصا حية والحية عصا والحجر شجرا والإنسان قردا أو خنزيرا كما صنع بفساق بني إسرائيل. ردهم قرادة فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، ردهم قرادة حقيقي النيت، وبقوا كذلك قرادة حتى ماتوا. هكذا خلاهم ربي قرادة حتى جافوا وخنازير، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل لهم أولاد هذوك القرادة والخنازير اللي مسخ منهم بني إسرائيل، خلقهم كاملين عاقيمين ما كيولدوش، قرد ما كيولدش ولا قردة ما كتولدش، وخنزير ولا خنزيرة ما كتولدش، بقوا هكاك تجافوا، ما جعلهمش الله تعالى عاقب. لانه شي خطره الصحابه سولوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قالوا ليه واش هاد القرود اللي كاينين في هذا الزمان وهاد الخنازير واش هما احفاد دوك اليهود اللي بكري ربي يرضهم قرود وخنازير؟ قالوا لنا، قال لهم ما جعل الله لمسخين عاقبه، يعني شحال من حاجه اللي مسخها الله تعالى ما كيديرلهاش الخلف، ما يديرلهمش الاولاد، لامرين هو سبحانه وتعالى يعلمه، لان اللي داروا الجريمه هما فعاقبهم هما، ما دلهمش الاولاد باش الاولاد عاودوا ما يتحملوش المسؤوليه ديال الاباء والاجداد والعياذ بالله. نسال الله العافيه. الشاهد عندنا ان القدره الالهيه لما تقلب الاشياء كتقلبها قلب حقيقي، ردوا خنزير ما بقاش اللعب. اما الساحر لا يستطيع، لانه خص نعرفوا هذا الشيء من الناحيه العقديه، اللي كيتوهم بان السحر كيقلب حقائق الاشياء راه عنده مشكل بعدا في العقيده ومخه. لأن قلب الطبيعة إلى طبيعة أخرى ضرب من الخلق، نوع من أنواع الخلق، خلق خليقة هذيك، والخلق صناعة خاصة برب الخلق. الخالق الكريم خلقه إذ يخلق سبحانه وتعالى، خلقه إذ يخلق الأشياء، شو هذه العبارة العربية شحال واعرة، تبدلت لي غير واحد النصبة رفعها ولا نصبة وخسر المعنى. يخلقه هي قدام ولا بالي ما بقى الصالح، ويخلقه هي المعنى اللي لا يقبل الله سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه ان يخلق، بل هو يخلق ولا يخلق ابدا جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى اذ يخلق الخلق له طريقان سبحانه مما ذكر في كتابه، داك الشيء اللي مذكور في القران وفي السنه النبويه، يا اما انه يخلق الشيء من عدم، ما عمره ما كان كيقول له كن فيكون، وهو خلق الكون. الكون الاول اللي خلقه ربي لم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء البتاه، فقال للكائنات كن كون فكان من لا شيء. ويخلق الشيء من شيء، يعني الخلق التحويلي ان صح التعبير او الصناعي، كيصنع سبحانه وتعالى، ولكن الصنع ديال الله بوحده، صنع الله الذي اتقن كل شيء. فالصنع او الخلق ديالو التحويلي، الخلق من عدم معجز. كيفاش؟ يعني العقل ما عندوش القدره يتخيلو، حنا غير كنتخيلوه بالتلقي، غير كنتلقاوه بانه هو خلق من عدم والسلام.
أما زعما تصوروا في خيالك ها هو كيتكون ما تستطعش أبدا، لا تستطيع. العقل ديال الإنسان لا قدرته على استحضار إنتاج شيء من الفراغ، ما يقدرش سبحان الله العظيم، لا قدرة له. ولذلك كان يمشي برنامج عاد سمعته هذه الأيامات كيفسر هذاك الانفجار العظيم اللي يعني من الأشياء اللي تكلموا عليها العلماء في الوقت المتأخر هذا، يعني أنه الكون تخلق بواحد الانفجار يعني من واحد النقطة واحدة، هذيك النقطة كيقولوا هي من حجم الصفر. سمعت هذيك لم بديت نتعجب سبحان الله العظيم، من حجم الصفر. علاش قالوا من حجم الصفر؟ لأنه قال لك العقل البشري ما عندوش قدرة يتصور شي حاجة أقل من الصفر، فقالوا من حجم الصفر باش يقولوا يعني من عدم، من لا شيء، قالوا من حجم الصفر هكذا قالوا، والله أعلم على كل حال المقصود بكلامهم. فالشاهد عندنا على وزان يعني النص القرآني والحديث النبوي الشريف أنه يعني العدم الذي خلق الله منه الكون الأول ما يمكنش العقل يتصوره، تبغي تخيل يعني والو ما تقدرش، لأن الصفر كون ماشي عدم، وجود وليس بعدم، والفراغ وجود وليس بعدم. فتبغي تصور شي حاجة ما هيش مادة، ما هيش فراغ، ما هيش صفر، اش هي؟ العقل لا قدرة له على تصور العدم إطلاقا. بغي تضرب شي مثال، انت وانا قبل ما يخلقنا الله اش كنا؟ لا شيء، ما تستطعش تصور الذات ديالك قبل أن يخلقك الله جل وعلا، ما عندكش قدرة نهائية. استحضار العدم إذن أمر مستحيل، ماشي صعيب، لا فوق صعيب، مستحيل، ما يمكنش هذا الشيء، منطق العقل البشري كدير. ثم هو جل وعلا خلق الأشياء من أشياء، وهو التحويل، كما خلق آدم من طين، هاطين وردوا كائن اللي هو الإنسان. فهذاك الخلق من عدم العقل لا يستطيع تصوره إطلاقا، والخلق التحويلي وإن تخيله العقل فإنه لا يستطيع أن يفسره، ما يقدرش يفسره نهائيا. وفسر لنا الطين، وش من طين؟ أسوأ الطين وأخسع الطين من حماء مسنون. الحماء هو ذاك الطين اللي كيدوز فيه الماء المسخ، أعز الله ذكركم، يعني اللي يكون في المجاري، طين ديال الواد الحار، هذاك هو الحماء، طين ديال الواد الحار أسود اللون ورائحة كريهة جدا. قال من حماء مسنون، مسنون يعني الريحة ديالو خامجة ما تقدرش تشمو نهائيا. من هذاك الطين خلق الله تعالى الإنسان، اش طلع؟ يعني ماء وسخ، ما بقيش يوسخ بحال هذاك، طلع منه الجمال، يعني يخرج النقائض، الضد من الضد، يعني العقل البشري حتى هذه القدر ما يقدرش يعني يفهمها، الفهم مستحيل. تخيلها انت، تخيل كيعجبك، وتخيل الدماغ ديال الانسان من واحد الطوبه كي تخلق باذن الله وامره، تخلق الشعيرات الدمويه ديال الدماغ والخلايا الدقيقه ديال الدماغ والعين بتركيبتها بمائها بأسرارها كيف تنظر كيف تبصر، والجهاز العصبي كله بدقائق، شيء غريب جدا حقيقي يعني. وتكون الامعاء وتكون الدم، فاذا بي يعني في لحظه لما رب العالمين انفخ الروح في ادم فاذا به يصبح يتنفس، واذا به كائن حي من لحم ودم ويبصر. هاد العينين عذب العينين ديالو طين، فاذا به يبصر الاشياء ويرى، واذا به يشعر بالحياه. يعني العقل صعيب عليه هذا الشيء، صعيب. ولذلك الرب سميتو رب العالمين، وهذا الشيء باش ربي استعبدنا وخضعنا. لكون العقل عنده القدره باش يتحدى العلم الالهي يولي العقل يعبد راسه، ما يعبدش رب العالمين. ذكرنا هذا اذن لبيان قدره الله جل وعلا، وأن السحر أمام قدرة الله لا شيء إطلاقا، لأن السحر المآل دياله في نهاية المطاف الخدمة ديال الشيطان، خدمة الشيطان. والله عز وجل قرر في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف ولا تأثير له. لما تشوف العظمة ديال الله الشيطان ما عنده تأثير، ولذلك رب العالمين قرر هذا في هذا السياق باش ما يبقاش شي واحد عنده الفوبيا ديال السحر، الخوف ديال السحر، يخاف السحر كأنه يخاف من رب العالمين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني إذا حصل لك ضر أو نفعون فإنما الله أراد ذلك، ولو توجهت إلى الله حقا واتخذت الله ربا ما وصلك شيء ألبتة. قبل ما نجيو لهذه القضية ديال كيفاش أنه الإنسان يعني ما يوصلوش السحر بإذن الله عز وجل ولا الأداة دياله،
غير نبينوا بعدا بأنه السحر كذب، كله كذب، يعني هو حقيقة والحقيقة ديالو كذوب. تخيل أكبر السحارة في الوجود هما اليهود، وعبر التاريخ من زمان، من أيام سيدنا موسى وقبل ذلك وبعد ذلك، السحارة الكبار ديال الأرض الآن لهذه اللحظة اليهود. ولكل هذا السحر يعني يفيدهم، يحلوا غير المشكلة الفلسطينية، يشطبوا هذوك العرب اللي تما يقلعوا من فلسطين، هما كيجي واحد الدري صغير يترعدوا منه. يعني الحقائق السحرية لا تأثير لها فعلي إلا في خيال الناس. يعني من ليش الشيطان يوصل لك لدماغك الخيال ديالك يورا سحرك، ما حد ما وصل لك لمخك راك بخير. نهار يوصل لك لمخك ويبدأ يفهمك وتبدأ تفهم له وتبدأ تقرأ عليه فقد سحرت وانتهى أمرك. قبل ذلك لا تأثير له أبدا. فلذلك إذن يعني الحقائق السحر ما عندوش تأثير فيها. مجرى التاريخ لا يستطيع الساحر أن يغيره، واللي كيغير ويصنع مجرى التاريخ هو الفعل الإنساني الواعي، بنادم بالخدمة دياله بإذن الله عز وجل كيصنع التاريخ. أما السحر فلا تأثير له إطلاقا. فلهذا إذن الله عز وجل جعل لنا هذه الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذن الضر الذي قد يفعله الساحر من بين ذلك كما قال الله جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه. تخيل كما قاله المفسرون في هذه الآية، كيدخل الرجل داره كيبدا تبان له ديك المرأة ديالو أقبح مخلوق، والمرأة كذلك يبان لها رجلها أقبح مخلوق، فتقع الكراهة ويقع الطلاق. ولكن الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي الصحراء هم المضرورون بذلك أولا. كيف الإنسان حينما يلتجئ إلى الله جل وعلا يكون قد وقي، صافي عنده الوقاية، ما يوصله لا سحر ولا عين، لابس هذوك التبارد الحقيقية ديال الرحمن، يسميه الفرنسويين يعني نقلب له شي ترجمة جيلي أونتيبال، يعني هذا ضد الواقي من الرصاص. هذا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله، لا يصلك آذن بإذن الله عز وجل. فليستجيبوا، رجعوا للآية الأخرى من البقرة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الاستجابة بالله أن تصلي المواقيت، من صلى الفجر الحديث النبوي الصحيح فهو في ذمة الله حتى يمسي، عندك لاسيرونس، عندك ضمان ديال النهار كامل حتى الليل، ما يوصلك والو بإذن الله عز وجل. خارج من دارك درت دعاء الخروج بأي شكل من الأشكال، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه صيغة. الصيغة الأخرى اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، أو غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. واحد الملاك كيهز الراية فوق راسك ويبقى يظلك اليوم كله، يسددك ويرشدك ويحفظك، يعني الأفكار ديال الخير هي اللي تجيك ويحفظك من أمر الله. كيتلقى شيطان بالشيطان كيقول له كيف برجل أو كيف لك برجل قد وقي وكوفي، لأنه الملائكة من اللي يقول هذا الحديث هذا كيقولوا ليه وقيت وكوفيت، انت راك محمي من الوقاية ومكفي من كل هم وكل شر، كفاك الله الهم، كفاك الله الهم. فإذا متى ذكرت الله بصورة الفاتحة أو بآية الكرسي أو غير ذلك مما وردت به الآثار الصحيحة، هو عندك عود الضمان ديال الليل كامل حتى النهار. العبد الذاكر الله، العبد اللي كيذكر الله تعالى بأخصار الأذكار، ماشي زعما خصها تكون عنده العرار ولا الأطنان ديال الأذكار، شيء حسن، ولكن يكون عندك وعي وعلم بالله عز وجل ولو بأخصار العبارات، واخا غير عبارات قليلة، ولكن عندك حضور قلبي حقيقي مع الله عز وجل. وصاحب أوقات، صاحب أوقات يعني عندك مواقيت مع الله عز وجل، كلما ناداك لا يصلك شيء البته، بقات نازله. شحال من واحد يكون قرا الحديث ديال البخاري ان سيدنا محمد سحيرة، نعم سحيرة، وهذا الذي وقع لرسول الله عليه الصلاه والسلام هو ومثله كثير، سحيرة وناسية ومريضة وسمم، بزاف ديال الاشياء وقعت له باش يشرع لنا. الله تعالى قادر باش يحمي من اي شيء. وحينما سحر النبي عليه الصلاه والسلام كان كيتوهم بانه دار الحاجه ومازال ما دارهاش، كيتوهم بأنه دارها، يتخيل إليه شيء أنه فعل شيء ولم يفعله، ولكن التشريع حفظ الله، يعني ذاك التأثير ديال السحر ما وصلش
الجانب ديال التشريع، يعني انه جاته ايه او جاب من راسه ايه، هذا لم يصح اطلاقا. ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر، ها واحد بشر، وباش نعرفوا بانه هاد الرسول اللي رسولنا الله تعالى راه حتى هو كيتاثر بحال الناس، باش كيشرع لنا انسى في الصلوات ديالو، باش يورينا ملي نساو حنا كيفاش نديرو. والله تعالى قادر باش ما يخليش ينسى كاع في خطره. وكاينه في الحديث الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: انني لا انسى وانما انسى لاشرع، باش نشرع عليكم ونبين لكم كيفاش ترقعوا الصلاه ديالكم، لاننا ما نساش هو عليه الصلاه والسلام. كيفاش نديروا نعرفوا حنا نرقعوا الصلاه ملي نساو؟ فربي تعالى نساه، ماشي الشيطان اللي نساه، لا الله تعالى نساه باش يشرع لنا. وامراضه مرضوا شحال من مره كان كيمرض سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، باش يبين لنا كيفاش يصلي المريض وكيفاش يتعامل المريض مع العباده ديالو مع الناس ومع عباد الله. وهكذا سائر النقائص التي وقعت التي تقع للبشريه من الاشياء الطبيعيه ومن الاشياء التي يحتاج اليها الانسان، جابها الله في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بواحد القدر كافي للبيان والتشريع. ومن ذلك سحره عليه الصلاة والسلام، ثم شفاؤه ونجاته، باش يبين لنا بأنه السحر في نهاية المطاف كسائر الأمراض، ماشي شي حاجة يتعقد منها بنادم مسحور ما عندوش اللي يفكو، هذا كذب كذب ما كاينش. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فإذا دير الاحتياطات، السحر كسائر الأمراض، دير الاحتياطات ديالك الربانية الذكرية الإيمانية. أولا أنت عندك الوقاية، حصل أن وصلك شيء بسهولة التجئ إلى الله عز وجل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وانت غادي لرب العالمين وفيك الشك، عمرك ما تبرى. شيء غريب جدا كيقول لك شحال واحد يجوني بالخصوص النساء ولا حتى بعض الشباب كيقول لك تابعيني بالسحر وكذا، وهذه جارتنا وفلانة وبنت عمتي وبنت خالتي. طيب هي مشات للساحر وانت مشيت لله، كيقول لك لا، واقع فعله يشهد أنه لم يذهب إلى الله عز وجل، وهي شغلها دارت ومشات بعد الساحر وانت شغلك ما درتوش. طبعا شيء طبيعي انها تلفك، فلذلك اذهب الى مولاك. هي مشات للساحر، انت سير لرب الساحر يقبضوا من قنت ويجيبوا الارض. شيء غريب جدا، العقيده ديال الناس تحتاج الى اعاده بناء. سبحان الله العظيم، راه بنادم تكون عنده شخصيه قويه بالايمان، شخصيه قويه بالايمان والله لا يصله شيء. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وانما ياذن الله لحكمه، اما عقوبه مثل هذا العبد هذا، او يعني لابتلائه بابتلاء ليعرف الله عز وجل به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.